السلام عليكم ورمضان كريم على كل من يشاهدنا ويتابعنا برنامجنا برنامج اصداء الشارع. احنا اليوم ما نتبنى قضيه وحق الرد مكفول، احنا نكشف الحقائق والواقع الموجود بالشارع العراقي. احنا اليوم ننقل المعاناه وننقل المشاكل والقضايا، احنا اليوم ننقل المشاكل للمواطنين امام الجهات المعنيه، والجهات المعنيه لها حق الرد. احنا ما راح نتبنى القضية، احنا كسلطة رابعة كإعلام دورنا ننقل معاناة هاي الناس، اذا كانت معاناتهم بوزارة الصحة واللي ما عنده امكانية وحالته المادية تحت الصفر نقدر نتواصل ويا وزارة الصحة حتى يتخذون الاجراء اللازم، واذا كانت في البلدية واذا كانت البنى التحتية وكثير من القضايا. احنا اليوم هاي الناس كلها عندها مشاكل وكلها عدا قضايا، انا بدوري انه انقل المشاكل وانقل معاناه الناس، وحق الرد مقفول، ما نتبنى القضيه. اي شخص عنده معاناه وعنده قضيه راح يتفضل هنا ويقدر يحكي اللي يريده، واحنا راح نسمعه. والجهه الاخرى لها حق الرد بهذا الموضوع. السلام عليكم. عليكم رمضان كريم. رمضان اكرم ابوي. خيرك حجية؟ والله يما انا عندي ولد خلص مدرس مال كلية التربية دراسة مال جغرافية. وتدري هو عمره 30 سنة. زين. وبيتنا قاعدين اجار. اقول له يما اتزوج انا شي رسالتي اريد اكملها، البنات زوجتهم والحمد لله والشكر، فد هذا الولد هم اريد افرح به. يقول يما اني اذا ما اتعين شلون اجيب بنت العالم؟ هو هم يشتغل، ما اقول لك ما يشتغل. زين. صانع بمطعم يطو 600. زين. اجارنا 300 يبقى 300 انا وياه والحمد لله والشكر ونعمه من الله. يعني هو بس انت وياه، هو المعين. انا وياه، هو المعين مالتي. زين. انا اريد ازوجه يعني افرح به. اخير رساله للام، انا باكر رايحه ما ادور الي، انا انتهت رسالتي، انا بعد مقبرتي يم امير المؤمنين ذاك بيتي. فد اريد هذا الولد تعيين له. امانه الله اريد من كل شريف ومن كل تقي ومن كل واحد يقول اني انتمائي لامير المؤمنين، احنا معاناتنا كلش قويه، احنا العانينا الانفجارات بالفقير، المفخخات بالفقير، كلها احنا علينا. وهسه احنا قلنا يا الله ولاية أمير المؤمنين احنا نصير عالين، شو احنا صرنا ناصين يمه. يعني ولد 30 سنة حتى بالشرع يقول لك كمل دينك، هو يقول يمه أنا 600 أجار 300 300 يا بنت العالم. هنا نعش خانة، والله يمه بالنعش خانة أجار 300 وتعال صور وشوف معاناتي أني. أنا وياه، أنا ما رايده لا إلي أكل وحتى حجة عمره هم ما رايده، هو بشر تساعد فقير هاي حجة وعمره. زين. حتى إذا أريد أطلع أكله للبيت هم واجب، أنا أخلي أنطي للفقير أساعده يوم الله تصعدش كبرها. زين. إحنا هذا شيء كله غايب عنه، إحنا يجي عاشور تلقيهم طابخين له للبيت، ومن المسؤولين ما علي الفقراء. زين. أشوف المسؤولين مالتنا كل واحد حاطط له جدر منا لهنا وراح عمره وراح مكة والبرلمان، أنت المن تروح لله، أنت المن الزور، أنت هاي الشباب البلا بلا تعيين شنو ذنبهم؟ شنو ذنبي بلا زواج؟ شنو ذنبه هو خلص كلية تربية يمه مدرس يصير مال جغرافية، وين ما يروح ماكو تعيين، احنا ما عندنا واسطة، لا اقول لك عندي شيخ ولا عندي مسؤول، عندي الله. يعني احنا من نريد نقول الله كلف هالناس المسؤولين، هذا امام الله يتحاسب يمه. يعني مو يعني انت المشكلة مالتي شنو تريدين تعيين؟ تعيين والله يمه، حتى هو من يتعين بنت الحلال من يروح عليها عنده دائمي، هو صانع اليوم يخلوه باكر يطردوه، زين من يطردوه ياخذ بنت الحلال يقدي بيها. زين هالي 300,000. اي والله. تصرف على البيت بس انتوا. اي والله لا لا بناتي من زوجاتي يما النسيب قابل شنو يجي عايش عمتي. زين مصاريفكم. الحمد لله الحمد لله شكر، هاي اكو مستوصفات مستشفيات نعمه من الله، مرض ما داعي نعمه، لا عندي ضغط، لا عندي سكر، لا عندي غده، يعني اطيب باراده الله، حتى من اتمرض اخذ من الصيدليه الله مطيني عافيه. نعمة من الله يما، نعمة. والأكل كل شيء آكل، كل شيء. ابني صاحب يما مهدي،
هو هم أبوه متوفي يمه، صار له هاي بالعشر سنين توفي، وأنا ما رايدة شيء يعني من الحكومة، الله يحفظه والله يعطيهم العافية، يعانون على هذول الشباب، ذولا أجيال أجيال، يعني شلون تقول العلم بدماغهم، هي دراسة الجغرافيا والتربية مو قليلة. حجية اسمه شنو ولا كان؟ صاحب مهدي يمه. وين ساكنة؟ بنعش خانة يمه. وين؟ بنعش خانة. بيتم منو يصلحوا لكم؟ احنا بيتم عباس. اي بيتم عباس يمه. ابشر. اي والله هي هاي الريد من الله، واهل البيت يعانون على شبابنا. ابشر. رحم الله والديك يمه، ان شاء الله عالين يم الله مو يم بشر. ابويا خادم ربك ابويا. اي والله. حجيه. يمه انا اريد العفو. تعالي يمه هناك تعالي. ابني راح مظلوم 20 سنة لا كاتل لا ذا، كل شيء ما مسوي. زين. من التعذيب والكتل لعبه وبيطوبه، حتى هددوه بخواته. ونحكم 20 سنة مؤبد. زين. وخلص 10 سنين وانطينا ما انطينا وعده تنازل، ابو المشكله نفسها راح تنازل عنا بدون ابو المشكله تنازل وحيده راح تنازل بدون ما ندري احنا. زين. يعني تندم على وضعه هذه، وهسه صار له 10 سنين بالسجن وبعد له 10 سنين شي خلصها. زين شلون شو عرفتي انه هو تعذب وهالامور؟ خاله لو تشوفه والله يقول حتى اعترف قال ابوي واخوي انا قتلتهم. الله اكبر. وابوه واخوه اثنينهم شهداء قتلهم الارهاب بعد عمر بصف ثالث ابتدائي وانقتل ابوه واخوه. يعني زوجتك وابنك الكبير شهداء. شهداء وظل عندي ولد صغير بقد هذا، ومن الكتل والتعذيب قال يعني قال لهم ابوي واخوي انا قتلتهم. طلعت الدوله وسالوا وقال وين بيسجن؟ بسجن الحله. بالحله؟ اي. والحكم 20 سنه؟ 20 سنه. والشخص تنازل؟ تنازل راح وحيده راح تنازل، قال ابنه قال له ترى هذا مو ويانا، وراح تنازل وعده تنازل وذاك وينه بالدوله. وما خليته حتى بيتي بعته وانطيته وكله ما أنا أطلب من العفو العدة تنازل عفو، وأنا يعني هم أم شهيد وزوجة شهيد وكم بنات عدي. زين. ايه. وأريد من الله ومن هذا الكاظم يهديهم يطون العفو. عدة تنازل ليش مشلمين بي ولا كاتل ولا يعني بايق ولا كل شيء مسوي. صار لش قد تقريبا مسجون؟ 10 سنين. صار له هسه 10 سنين. 10 سنين قبل. وبعد 10 سنين. وبعد 10 سنين. الله اكبر. ومتزوج وذي تزوجت عند اهلها، يوميا اهلها يردون يزوجونها. التنازل ما الطرف الطرف الاخر موجود عندك؟ موجود بالعد القاضي راح تنازل. مشتكي راح تنازل يم القاضي قال له هذا ما له علاقه. بعد ايش ايش انحكم؟ متشلبين به دوله. طلبوا عليه 10 دفاتر وطلبوا عليه 15 دفاتر. من اللي طلب عليه 10 دفاتر؟ هم نفسهم. من امه هم؟ المحامين والمنا ومنا. واخاف انا احكي، انا اخاف احكي. امي ان شاء الله لا تخافين. احنا وياك ان شاء الله. اخاف. وصوتك هسه احنا مثل ذاك صوتك راح يوصل. صوتك راح يوصل. اي. وانا متاكد من كلامي. أي. ان شاء الله. احنا راح يوصل رئيس الوزراء. أي. ووزير الداخليه. عنده تنازل. ابو مصطفى ما يقصر. والله هذا السوداني زين. اذا ظل على حكومته زينه. السوداني بشر بخير. زين. بلكي الله الله. شو اسمه ابنك؟ اسمه ماهر. ماهر شنو؟ ماهر غازي. ماهر غازي؟ اي. ماهر غازي شنو؟ ماهر غازي حسين. تليفون عندك؟ والله ما جايبته ولا اعرفه. حفظته؟ لا والله ما. زين هسه اذا اردني اتواصل وياك او مكتب رئيس الوزراء يتواصل وياك شلون؟ اسمها القناة مالتكم. قناة سامرة. اي وين مكتبها؟ حتى لا هاي انا اجيكم. زين انت شلون راح تجين؟ هسه هم اذا خبروا علينا. شو راح نقول لهم؟ من يعرف رقمك احنا شلون يتواصلون وياك؟ ما حافظ الرقم. انطيني انا راح اطيش رقمي وانا ادق عليك. تدقين علي اليوم خابريني. اي والله. زين والله. حتى من يتواصلون ويدقون اريد بس هو هذا. زين اذا هو طبعا مشاهدينا الكرام والله احنا حق الرد مكفول بهذا الموضوع. حق الرد مكفول. احنا ما نتمنى هذه القضيه. المراه تقول لك انا اليوم ابني انحكم 20 سنه مؤبد واجى الطرف الاخر تنازل وصار له 10 سنين من تنازل بعد شنو الاجراءات؟ يقول لك يطلبون من عندي العشر دفاتر والخمس دفاتر، انا اليوم ما عندي، بعت الاول والتالي. بعت الاول والتالي، تناشد اليوم ابو شهيد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني ابو مصطفى، هاي المره دخيله يمك. هاي المره دخيله يمك. فنتمنى انه تنظر بحالها. تنظر بحالها، شوف شنو قضيتها. شنو مشكلتها؟ وبيك البركة أبو مصطفى. أمي أخذي رقم من الشباب. إن شاء الله. زين. شوفي جيبي ورقة وقلم هسه. إن شاء الله. وتدللين. الله يخليك. تبشرين. حجية ذاك أبشر. تبشرين. أبو أحمد. بارك الله فيكم. حياك الله. شنو مشكلتك حجي؟ سلامتك.
سلامتك. ما عندك مشكله على سلامتك. عندك شيء توصله؟ سلامتك. ما عندك شيء؟ خلاص سالم الراس. سالم راس. موفقين ان شاء الله، رمضان مبارك عليكم، يعود عليكم بالافراح والسرور والمحبه. هاي كفايه، كل طيب وكل خير اللي تواصلوا ويانا. بخدمتكم. الله يبارك فيك. بخدمتكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خير. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظكم ان شاء الله. حياك الله. احنا عندنا مناشده للازمين السيطرات مال الكاظميه الخارجيه، احنا اصحاب الكيات الحمد. نعم. يعني احنا نجي فارغين يفرك الا على السونار ورا البوابه. نعم. وهاي الوضعيه مال الازدحامات والجسور. فاذا سياره فارغه. لو اتحاديه. اتحاديه هم اللازمين المداخل يم عبد المحسن السيطره. زين. زين احنا يعني تطلع لك بكروه وترجع فارغ، ليش يفرك هاي المسافه كلها؟ هي سياره فارغه حالها حال الصالون. زين. ليش هاي؟ يعني اريد اناشد من خلالكم يعني يحكون ويا عمليات بغداد او اي شيء يخلصونا من هاي. بس هاي عندنا احنا. يعني انتم السيارات تدخل جوا؟ يعني من نطلع هسه انا بالكاظميه حملت حمل بسيارتي كي حمل. زين. فرغته خلينا نقول مثلا بالشالشيه او باب الشرجي من زين. ارجع ما يخليني اطب السيطره. زين هي سيارة يقول لك؟ يقول لي ارجع على السونار. زين هي فارغه ليش تطب على السونار؟ سياره فارغه راجعه راجع بيها لاهلي بالبيت. ليش تفرني على البوابه على الطي على ورا ما تطلع التاجي؟ وبطاقتي كاظميه. زين ليش ما تخلونا نطب احنا فارغين جايين يعني؟ زين هاي مناشدتنا. صار لها شقد هاي الحاله؟ هاي صار لنا سنين مو هسه، هاي صار لها يعني 5 سنين صارها اكثر. زين. اي فاحنا نطالب يعني من نرجع فارغين اي سيطره تقبلنا وتطببنا. الله معانا. زين. بس. وانت عندك بطاقه سكن؟ عندي كاظميه هاي حتى شايلها حتى اكون صادق وياك. هاي بطاقتي. هاي بطاقه سكن كاظميه. تمام. احنا هسه راح نتصل لك. بلواء انور مدير العلاقات والاعلام لقياده الشرطه الاتحاديه. اذا الرجال جاوبني خير على خير، ما جاوبني يجوز عنده شغل او يجوز حتى لو غير وقت احنا نبقى يمكم يعني حتى لو غير وقت انت تبقى يمك هاي يعني امانه يمك توصل زين. ايوه لان والله تعبنا وهاي الجسور كلها شايف انت الوضعيه. انت تطلع لك ب 10000 تجيب لك غاز تجيب لك ب 10000 ترجع بيها للبيت. زين. فبس هاي احنا نريدها منكم. تمشي الله يحفظك. تدلل اليوم السحر ويمنا عامرين والله العظيم والله ضيفونا وعلى الراس نخليكم. الله يحفظك ربي يديمكم. ممنون واسف على الازعاج. لا بخدمة. ممنون ممنون اشكرك. تعال حبيبي تعال. السلام عليكم. عليكم شلونك حبيبي؟ حياك الله. يابا انا عندي مناشده صغيره. ابشر. مناشدتنا احنا العمال احنا طاح حظنا. حشاك. والله العظيم طاح حظنا. حشاك. يعني شنو لا شغل لا عمل شنو هنا تجي لك تشتغل لك يوم بعد اسبوع قاعد من كاظميه ومحافظات. لا انا من الحله. من الحله. حياك بعد روحي. والله شاهد العمال يعني ايش اقول لك؟ الرعايه اهم شيء. الرعايه مال العاطلين انا اسولف لك عليها. قدمت وكملت وطلع اسمي وبصميت على حسب الاصول ما انطوني الكيكار. ما انطوني يوم متزوج وكامل شغلتي كامله وصلت بصميت اخر شيء قال انا بجيب سمسكات جدا. فكرت احمر. نعم. يعني لازم نابا يجيب له اوراق جديده. قلت له انا باصم شلون تريد اوراقنا؟ وما انطاني لا الكيكارت لا هسه. وراجعت مره مرتين وكل شيء ماكو. فقلت راجعت اخر مره. اخر مره بهذا الشهر راجعت قالوا ماكو بعد اسمك موجود وما يطلع. اسمك موجود؟ اسمه موجود وما يطلع. وما يطلع. صحيح. صحيح. اسمه موجود وما يعطوني اياه. ماكو اسمه. المشكله هم وياك؟ لا ويا اخوي. ويا اخوك؟ هم اسمه موجود؟ هم اسمه موجود وهو ما طال. اي والله. والله يعني صحيح. قلت له ما شنو خلف فهمونا انه اسوي لكم اهم شيء اسمك وصل. يدق بالحاسبه. هسه اسمه بالحاسبه موجود. اسمه موجود بالحاسبه بس هو ما وما يطني. ما يطني. ابي الرعايه؟ الرعايه عمو ما اريد الرعايه. اريد الشغله. اريد اسمه اريد اسمه. عم بس مره صدكم مره صدكم. مره صدكم. دقيقه دقيقه. مناشده المره. ما تخلص مال العاطلين ما تخلص. حاجه حاجه بس دقيقه خلنا نكمل بروحه باير خلنا نكمل. بس خلنا نكمل. دقيقه. انا ما اريد الرعايه. حجي هذا كذاب حجي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ انا نازل هنا بخدمه هاي الناس. وكل واحد عنده قضيه وعنده مشكله. اذا كان هو كذاب او صادق هاي بعد الشيء ترجع له صح لو لا؟ انا جاي بخدمه هاي الناس. انت ليش جاي النفر؟ 3000 جاي. روح ابو خلينا نكمل. خالي خلينا نكمل. عم انا ما اريد الكيكارت والله ما اريده مو بحاله بس اريد شغل. اريد نشتغل اريد عمل. هاي الشباب تدمرت الله وكيلك تدمرت. انا حال الضيف.
يعني شنو لا لا شغل لا عمل قاضي انها بس نوم شنو؟ تبشر انا بس اريد رسالتنا تصل. تعال تفضل. همينا عندي سجين وعندي تنازل. بس عندي سجين وعندي تنازل اليه. اي وكل شيء مكمله بس هم يطلع ابني يعني. من هو ابنك؟ ايه. شبيه شنو موضوعه؟ موضوعه طالبه كانت ضايعه من الخط. حبيبي شويه بس. شبيه؟ طالبه مفقوده من الخط يعني ظهرت البنيه. طالبه مفقوده من الخط. اي والبنيه ظهرت. اي وبس تنازلنا وهاي بس ابني بقى محكوم. اللي تنازلوا الطرف الاخر. اي. زين وصار له قد محكوم؟ هسه صار له 6 سنين الحكم و15 سنه. الله اكبر. زين ليش يعني زين هو مو هو اللي خاطفها صح؟ لا لا البنيه واحد خاطفها وراح الاربيل يعني لقوها. زين. اي بايعها الاربيل. هي تفاصيل قصة طويلة. ايه تمام. بس هي يعني الملخصة انه عندنا تنازل تنازلوا اهل البنية وصارت مراضاة بين الطرفين بعد شنو؟ والحكم عليه 15 سنة. ايه ولحد هسه ماكو. لا ماكو. شو يقول القرار؟ قرار القاضي. القرار هو بالعفو يطلع بس العفو انا. ماكو اي عفو. ماكو عفو شو؟ شو اسمه ابنك؟ حسام ماجد. حسام ماجد. ايه. سكن يا منطقة؟ كويريش بغداد. كويريش بغداد قصر عويريج مو؟ اي 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 عويريج اي اللي قبل المحمودية. اي اي صح؟ اي عندك تليفون انت؟ اي انا اخذت رقم تليفونك انت. انت اخذت رقم تليفونك؟ اي اي هسه من البنية هاي. زين خليتي رقمك؟ لا. زين شلون؟ خلي رقمك. خلي رقمك من الشباب واسمك الكامل وان شاء الله ان شاء الله يعني انت بتناشدين رئيس الوزراء. اي 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 والله يبي البركة الرجال مصطفى ما يقصر أيوة. وإن شاء الله المظلوم يطلع إن شاء الله يا رب. وتبشرين خلي رقمك كمل أخ. إن شاء الله إن شاء الله يا مشكور. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام. الله إحنا محافظات قصار إنه أقل واحد صاله بالعشرين سنة هنا صح؟ حسنا نكون واقعيين. أنا صالي 11 سنة هنا. قول أكو شغل؟ لا. أكو عمل؟ لا. أكو شركة؟ لا. أكو توفير؟ لا. كل شيء ماكو. انا عندي 6 اخوان او ستتهم لا راتب مال عاطلين ولا شغل ولا كل شيء ماكو. انا الوحيد المعين اللي صار لي هنا 11 سنه اشتغل اخذ لي هنا شهرين انزل لي 10 ايام. يقبل تقبل هذا الوضع لما تقبله؟ وين تشتغل هنا؟ انا اشتغل هنا ببغداد. تشتغل؟ اشتغل عماله. عماله؟ ايه. بيا منطقتك بيا محافظه؟ انا من الناصريه. من الناصريه. من الرفاعي. صار لي هنا 11 سنة، يعني هالقد وجيت انا اشتغل بالكاظمية. اشتغل بالكاظمية. يعني جاي طريق ما اندله. صرت من الكاظمية. من الكاظمية صرت. لا راتب. لا كل شيء ماكو. لا يعني هسه لو يحطونا بشركة بشي يجمعون هسه هاي الشباب. هسه تسألك تقريبا اذا طالع لك بيهم بال5 ملايين. خلينا نكون واقعيين. اللي متزوج. واللي ما متزوج. واللي خريج. واللي صح لو لا؟ يصير هذا الوضع؟ ليش هسه تعدك بخارج الدول اللي عمره يصير 15 سنه يخاف له راتب، متزوج ما متزوج ما يعرفون. صح عمي هذا الحكي لو لا؟ هاي الشباب كلها اسالها. تقبله لو ما تقبله؟ الا اقول لك فطور ماكو، فطور ما عنده. فطور ما عندك؟ فطور ما عندي انا. انا فطور ما عندي، يخابروني من اقول له يابا احنا صايمين بس ما عندنا فطور. اهلك؟ ايه. خلي تسمع غنى سامر بعد. والله صحيح. انا ما ليش انا احكي واتعب روحي؟ اكو هسه اكو ناس يقول لك انا اذا خلي هو ناس. كم نفر؟ احنا 11 نفر. عائله كامله. عائله كامله. فطور يقول لك ما عندنا. يقول لك اذا سحر ما افطر. اذا افطر ما اسحر. يلا انت هسه تقبل؟ هسه انت ليش تروح جوز واني؟ اكو باقي الناس يمكن لا فطور ولا سحر عنده. يقول لك هو انا من الرئيس صايم. انا من الرئيس الصايم. خلينا نكون واقعيين. حق عمل لولا تحشون الصدق لولا والله يجوز انا اليوم اقدر اكل اقدر اتغدى بس غيره ما يتغدى. انا الحمد لله والشكر اقدر اشتري له باكيت جيجار بس غيري حصل علي العلاج هذا براستول بربع صح لولا عمي؟ شو اسمك؟ انا اسمي حسن فرحان هاشم من الناصريه. واهلك هسه من الناصريه؟ فطور ما عاد. فطور ماكو. لا اي هسه انا صار لي هنا 11 سنه اشتغل، اذا اروح لهناك يعني اذا اقول لك فلوس يضيعن بالطريق. ليش يضيعن؟ يضيعن بالطريق يعني انا بس كروتي 50. وانت
هنا زين. يوم اكو شغل يوم ماكو. يوم اكو شغل يوم ماكو. وين ساكن هنا؟ والله ساكن هنا هاي الفنادق. وهال ها؟ يلا تحسب اكلك شربك منامك غداك يعني شايك جقيرك يوم يا 10 نصرها يوم نحصل شغل يوم. وهذا رمضان ماكو شغل. ناشد. اي اناشد انا ناس. لا توقف وياك لو الحكومه لا ما اريد الناس توقف وياي. هو هذا ايش عنده يوقف وياه؟ هذا ايش عنده يوقف وياه؟ اقول لك انا جوز اليوم انا جوز عندي احصل احصل اللي قمه. يمكن هذول الناس افضل من هوايه. لا هذول الناس اي اكو افضل من هوايه بس انا يعني شفنا صوتي اكو عوائل اني والقبلي والوراي والهوايه جوز نفس حالتي جوز اقل من حالتي. انا ما محتاج. انا هسه اقول لك جاي اشتغل بس انا جاي اقصد لك على هسه هاي الناس اللي واقفه. انت انا جاي اصل صوتي شنو؟ انت قاعد توصل صوتك لو صوتك. انا عندي اخوان سته قدموا على العاطل ما طلع لهم. وش يشتغلون؟ يشتغل هم حالهم يشتغلون هم يشتغلون عمال يوم يشتغلون يوم لا وكلهم متزوجين. شنو المحتاجه؟ شنو اللي تريده؟ انا المحتاجه انا اريد اوصل صوتي مثل ما صوتك ان شاء الله وصل. بس انت ايش محتاج؟ انا محتاج تعيين، محتاج بشركه، محتاج اي شيء. حتى شني اقدر انا اوفر يعني لعائلتي، اقدر مثلا اداوم 15 يوم وانزل 15 يوم. سهل ولا لا؟ يعني انا شنو ماخذ لي شهر انا؟ انا اذا اقول لك اخذ لي شهر انا من انزل حتى بيتنا اتيها وين صاير؟ والله 15 سنه تقنا عماله، والله 15 سنه. انا صار لي 15 انا صار لي هنا 11 سنه، انا هسه مال انا هذا هسه هذا العمر الشاب، هذا هسه العمر الشاب اشتغل عماله؟ انت هسه تدري بغير دول؟ ايش قد رقمك انت؟ هذا رقم موجود. رد لي اياه. انا اريد الشركه اشتغل بيها، اريد الشيء يعني خب ما اضل عامل عند العالم. يعني انا مستغرب على شغله ان اليوم العماله الاجنبيه اللي مدخلين ها هسه متاكد اني ثلاث ارباع المطاعم هنا وثلاث ارباع الفنادق والشركات الاهليه والحكوميه والمؤسسات كلها بنغلاديش باكستان سوري لبناني هندي ومصر. زين ليش على عين وعلى راسي كل الدول المجاوره للعراق لكن ابن البلد اولى؟ ايه ابن البلد اولى. هاي الشركات هاي اليوم الشركات اللي موجوده اجيب هذول الشباب حتى تقضي على البطاله اللي موجوده عندنا بالعراق اشغلها كلها خلي تشتغل. والله يشتغلون له 500 بالشهر. هو راتب المعلم 500 راتب المعلم اللي خرج اجيال راتبه 500 والله يرضون بال500 بس يقول لك انا على الاقل دا اشتغل احسن ما متبهذل يوم اكو شغل وعشرة ماكو. احنا يجيبوه طبون بنغلاديش يجيبوه طبون باكستانيين والنوب. المشكله تقرا بالتعليقات والله يقول لك العراقي يتبطل. لا العراقي ما يتبطر ولا تقول العراقي الا يقعد ورا ميز. لا يشتغلون شباب شبابنا يشتغلون. تجوب اليوم افتحوا الشركات وتعالوا عمي يلا اشتغلوا روحوا اشتغلوا. هاي المعامل اللي عندنا بعويريج المعامل اللي موجوده بعويريج ما شاء الله خير وبركه. افتحوها شغلوها خلي هاي الايادي العراقيه تشتغل. زين اهل المحافظات على عيني وعلى راسي يجي نسالهم نقول لهم ليش هناك المحافظات ماكو شغل؟ يقولون ماكو شغل. زين اذا كربلاء ونجف كربلاء ونجف بس احنا بالكاظميه. ابو كربلاء يقول ماكو شغل بكربلاء. زين بالكاظمية اكو شغل وبكربلاء ماكو شغل؟ ترى نفس السياحة نفس المكان ونفس الفنادق بس شنو الأسباب؟ ما نعرف بيها. ايش قد رقمك؟ سجل يمك هذا رقم رد لي اياه بالجو 078-471-0985. شكرا لك حبيبي. هلا بيك. هلا بيك. حياك الله. حياك الله. تفضل حجي. تعال احكي. تريد تحكي سول؟ تعال حجي شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. رمضان كريم وعليكم وعلى الجميع. عليكم ان شاء الله. خلي يفتحون المعامل عندنا. كانت ايش قد معامل تشتغل بزمن جماعه؟ معامل كلها كانت ان شاء الله الشباب كلها كانت تشتغل. هسه ليش كلها الاقتصاد منتهي؟ ليش دمرت الاقتصاد؟ ليش دمرت؟ خلي العالم تشتغل. ليش جايب لي البنغلادي؟ جايب لي الباكستاني؟ جايب لي جميع الدول جايبه عليها ب 500 خلي يشتغلون 500 600 خلي يشتغلون ما يكيفون. هسه اكو واحد هسه ما يشتغل ب 600 ب 500 ب 700 يقول لك لا العراقي ما يشتغل. ليش ما يشتغل العراقي؟ يشتغل عمي. اشتغلنا ب 5000 احنا بزمننا اشتغلنا ب 5000 بالمعامل. اي مو تعال امي تعال لا يشتغلون يشتغلون. عاد ليش جيتك البنغلاديش؟ بس هسه انت البنغلاديش اكله وشربه ومبيته ببلاش. اي طبعا هناك عند العمله مالتك هناك تسوى. انت هنا اذا 500 600 تكفيك بالشهر؟
جاوبني. اذا عندك اجار، اذا عندك اجار وعندك في الدار 4 نفرات وكلهم بالمدارس، زين هو من هو؟ هو اغلبيه الشعب، اغلبيه الشعب العراقي، اغلبيه الشعب العراقي حاليا ازمه السكن، ودي يحاربوهم على هاي التجاوزات، دي يحاربوهم. واحد يحكي كلمه حق، واحد يحكي كلمه حق، حتى اذا يريد يشتغل من لا شاره يقول لك انا اريد اللي بريد اشتغل، زين يقول احسن من القعده خليه اشتغل. من يشتغل، من راح يشتغل، راح يشتغل مو من واسه، مو من كل واسه، فابو العمل راح يبطله. ليش؟ لان يفضل البنجلاديش عليه، يقول لك انا هذا اكرب عليه من الصبح لليل اكله وشربه ومبيته زين ببلاش، واكرب عليه كمل لي شغلي، هذا يشتغل يجد بعمله، وهذا ما يجد بعمله. ليش؟ لان ما يكفي ال 500 وال 600 ما تكفي، هاي اذا انطاه 500 600 باليوم 10,000 دينار عمي، 15 15. زين هو من الصبح لليل، من الصبح لليل اذا يريد، اذا يريد ما يريد يصرف، اذا هو شاب ما يريد يصرف بعمله، زين يصرف له 5,000، يعني تصفال 10,000 دينار باليوم يروح لعائلته، يعني باليوم 10,000 دينار. انا اقول لك 10,000 دينار تكفيك باليوم؟ قلني انت الغازي ب 7,000 دينار، اقل علاقه مسواق 15,000 دينار، قول 10,000 دينار. زين الاطفال يعني مدارس هم خطوط، وهواي اكو متطلبات الحياه صارت ثقيله على المواطن العراقي، فواحد من يحكي كلمه حق. البنجلاديش من يجي هنا يخدم ابو العمل، يخدمه لابو العمل، العراقي ما يخدمه لابو العمل، ما يخدمه لابو العمل. يعني هسه هو خليه يعطي 750، زين ابو العمل خليه يعطي 750، خليه يعطي 800 على الاقل. اشو من ينطي 800؟ افتر هسه على ذولا كلهم، اذا ينطي 800 عم ابو العماله انت وانا ابو العماله، من يشتغل عماله؟ ابو العماله عمي، خليه يعطيك 700، تعوف العماله لو لا؟ يعطيك ابو المحل عم، لا لا مطعم اي كامل يكون 700 تشتغل لو لا؟ انا صار لي 3 سنوات اعمل بمعمل، لحد الان ما يقارب 90,000، ما قبل يزودني او العمل 1,000 دينار، يقول لي هذا استحقاقه بالشهر. ايش قد يعني؟ بالشهر 350,000، وانا عندي عائله، يعني هل 350,000 انا شدي تكفيني؟ تكفيني مسواق رمضان؟ خير من الله، احنا بلد نفط عمي. نزل الدولار الهتك الشعب العراقي نزله، ما نريد تعيينات. التعيينات يعني ايش تريد تصير الدوله؟ ما نقول ما يخالف، احنا ما كلنا تبع الدوله، بس يا اخي نزل الدولار، الدولار شويه ارحمنا بيه، ارحمنا بالدولار شويه. يعني هسه واحد اذا عنده نفرين ثلاثه يريد يطلع بالعيد، يريد يفرحهم، يريد يفرحهم، جواب يريد يفرحهم، بس خلي اكمل هاي النقطه، يريد يفرحهم زين. هو عنده 3 نفرات وهو ومرتها 5 نفرات، 5 نفرات ايش قد تكفي؟ اذا يريد ابسط شيء يريد يجيب لهم ايش قد تكفي؟ 700 زين. لا ايش دعوه، لا 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 نبالغ بالامور، لا نبالغ بالامور، بس هي يعني ابو المولد ايش قد ياخذ من عنده؟ زين يا اخي هو كلامك اليوم منطقي، العقل منطقي ومنطقي. اي ليش واحد يقول لو هاي الشباب تقول اليوم ال 500 ما تكفي؟ ما تكفي اصغر عائله ما تكفيها. تمام هسه انا اعطيك 500 تكفيك؟ لا بس مو رخصتك، هسه انا اعطيك 500 تكفيك؟ زين هسه انا سمعتك وهسه حقول لك شغله. نعم. فرضا انت اليوم هذول الشباب راحوا وتعينوا تعيين زين، اقل تعيين ايش قد الراتب؟ زين اسالك سؤال جاوبني عليه. ما تكفي. اسالك سؤال، ايش قد عندنا بطاله بالعراق دا تاخذ ايش اسمه العاطل عن العمل؟ هوايه. ايش قد؟ هوايه بطاله. ما لنا علاقه بكبار السن. ايش قد شباب؟ عاطلين. هوايه. ايش قد؟ ليش ما انا استثمرهم بدل ما انا انطيه؟ اذا متزوج اعطيه 300 او 250 او 200 او 150، استثمر اخليه يخدم الدوله زين وانطيه راتبه استحقاقه. انا ليش اكسره؟ هو اذا عاطل ويعطي 300 يقول لك انا احسن ما اروح اتعين، هاي 300 زين، الدوله مستفاده من عنده؟ ما مستفاده من عنده، ولا هو مكفي نفسه. تفتهم قصدي؟ اكو هواي امور متعلقه من ناحيه الدوله. احنا ما نقول كل يعني تعين شو يصير الدوله؟ شو يصير الدوله؟ خريجين وهذا شو يصير الدوله؟ زين بس اكو امور بيد الدوله، خلت تنتبه لهذا الشعب الفقير. على الاقل الدولار شويه تنزله ترحم المواطن التعبان زين بالدولار زين، والعاطلين عن العمل هاي الرواتب الحلوه ديت تطولها انتم
استثمر يعني هسه يعني هسه انت لتفتح تعيين على الدفاع على سبيل المثال تفتح تعيين على الدفاع من تفتح تعيين على الدفاع المفروض العاطلين عن العمل ذول الشباب الحلوه استثمره اخليه اعطيه راتب اخليه نشنش شويه بدل ما انطيه اني بس مجرد اسد حلقه لا يسده وهو كاهل على الدوله انت انطيه واستفاد من عنده تمام شكرا لك يا هلا وسهلا دقيقه اخوي شنو مشكلتك رمضان كريم علينا وعليكم استاذ العزيز احنا اجراء وزاره الصناعه تعدينيه راح يصير لنا احنا خدمتنا 4 سنين تمام من يوم الباشرنا وقعنا عقد ب 350,000 وقعنا طولنا شهرين تقريبا وراها قاموا يعطونا بالشهر 90,000 ومن ذاك يوم لهذا اليوم يعطونا 90 زين قعدونا بالبيت ونروح نشتغل لا تجي تداوم زين اداوم بالشهر 90 يعني معقوله بالشهر 90,000 امانة الله ورسوله زين اكو جماعه عندنا انا مثلا نقول دائره اروح ب 3,000 ارجع ب 3,000 قريبه، اكو جماعه يجون من المغرب، اكو جماعه يجون من الكوت، اكو جماعه يجون محافظات على 100 على 90 على 150 على 90 دارة مالكم ما صارت؟ بالتاجي بالتاجي يوم جسر المصابيح وبالشهر تطيق 90,000 90,000 بالشهر هاي شو كراوي هاي لو شنو؟ لا هو هاي يقول هاي 90 انت شو تريد تحسبها وخط ما وفر لك فانجبرنا هسه بهذا الوقت اخذنا اجايز 6 اشهر كل 6 اشهر ناخذ اجايز ونجددها نروح نشتغل كل 6 اشهر ناخذ جايز ونروح نشتغل 90,000 90 غير 90 ما اعطيك يقول نطي من جيبه هو هاي يقول 90 واحنا موقعين عقود ب 350 والباقي وين راح اللغاف ما تعرف نحكي وياهم نريد ماك يا دائره وزاره الصناعه التعدينيه البتاجي خلي اليوم وزاره الصناعه البتاجي خلي ترد ولكم حق الرد وحق الرد مكفول انه هنا يقول لك بالشهر يعطونا راتب 90,000 رغم هو وقع عقد ب 350,000 الباقي وين راح انا خليتكم امام الانظار وزاره الصناعه خليتكم امام الانظار شو اسمك انت عبد الله سلام فاضل حردان شنو اختصاصك هناك بالسلامه اداوم بالسلامه و90000 90,000 شكرا لك على راسك خليكم نحكي على موضوع البلديه مال منطقه الشعله بيها. البلديه تعبانه تحت الصفر تعرف شلون تحت الصفر حديقه على الغربي قطاع 15 ما شعله حديقه على الغربي حفروها وعافوها على اساس عود يسوى شارع طلعوا شو اسمه هذاك الساعدي جابوا مكان ابو فهد عود على اساس يسويها شارع طلعوا حفروا الحديقه طلعوا على الساعدي عود جابوا مكان ابو فهد عود راد يسويها شارع صارها فوق السنه ونص صارت مقر مال زباله وتراب ووصاخه وبصفها الملعب وبصفها الجوبه والعلوه، الملعب صار له من 2011 لهذا اليوم ما خالص، من 2011 لهذا اليوم ما خالص، يعني انا بقد هذا الطفل لهذا اليوم ما خالص الملعب. تجي على المستشفيات تعبانه، يعني انا اتمرض ما اقدر اروح المستشفى، خاف يضربون ابره، خاف يعطوني شيء علاج بالغلط يموتوني. شو اسمه المستشفى بالشعله؟ مستشفى ما شعله، شو اسمه المستشفى ما شعله؟ مستشفى النور ما شعله، تخاف؟ يعني تعبانه تحت الصفر لا صح المدارس ما عندنا كلنا جهالنا بالاهليه ما عندنا مدارس تعبانه تعرفت الوضع بالعراق البارحه لما مطرت كهرباء طقت التيوله قامت تنتل طه عطله اي التيوله قامت تنتل مال منطقتنا احنا كتبنا البيع على بيتنا دار البيع تراب وصاخه لا عنايه لا مراقبه الزباله توصل تدري لمن الزباله تصير فوق البيوت تراب 24 ساعه طابع لوقتنا لا بلديه تنظف قبل كانت في 2015 ب 2016 البلديه تارسه الغربي تارسه الشعله تارستها ترس هسه ماكو احنا كل ما يتقدم الوقت اللي قدام جاي نرجع لي ورا العالم تتقدم تتطور احنا نرجع رجوع يعني قبل كانت بلديه على الغربي تنظف انا اطلع اشوف بلديه تنظف على الغربي شوارع نظيفه هسه البلديه ماكو ما اشوف بلديه وصاخه الانقاذ شايف الانقاذ يم الجوبه والعلوه ما لا واحد لا شفر يجي ينظفها يشيلها لا واحد ينظر لا يباوع الاهالي ساكته بكت علي الساعدي علي الساعدي ماكو هذا يشتغل يسويها شارع طلع علي الساعدي جابوا مكانه واحد علي الساعدي ورا دور الغزاليه مال منصور تقريبا
جابوا مكانه واحد، هذا الواحد كل شو ماكو. حكينا ردنا كل شو ماكو، احنا كذبنا على بيتنا دار البيع، لان حسره نطلع تراب بحلوقتنا وصاخه. تعبانه الوضعيه كلش بالشعله، خاصه مقطعه 15 بالاخير. تعبانه كلش، يعني التيوله تنتن، كهرباء يوميا طاقه. كهرباء خاف على جهنم يطلعون، بس يقضون التيلي ينتلون. بالعباس وتعال كنت تجي لمنطقه الشعله، دائما يجون لقاءات ويشوفون يم الجوبه تندلها الجوبه ما شعله. هي على بغداد عليها كلها تجي تاخذ منها لحم وكل شيء والعلوه. وبصبها الملعب من 2011 لهذا اليوم ما خالص ابد. ردنا بس يخلص ماكو. هسه مكان الملعب، مكان الملعب استاذ سووا لنا مستشفى، مستشفى مكان الملعب سووا لنا مستشفى من 2011 لهذا اليوم. مش كم سنه صار لك؟ 15 سنه. 15 سنه الملعب ما خالص، لو بالسنه يصرفون الا 50 مليون شاكي من الملعب. 15 سنه الملعب مال الاخير مال قطاع 15 بمنطقه الشعله. صورنا ردنا نشر الكهرباء، الكهرباء الكهرباء مو هاي الحديقه اللي على الغرب مفلشه، الكهرباء نازله نازله ويلقى. يعني لا يجون يرفعوها. يعني عندنا ارخص شيء احنا بالعراق هو البشر، البشر ارخص شيء ما حد يهتم له. يقول لك ينتي اللي يموت طب مرض، شو علينا احنا؟ ابد. تمام شو رايك؟ قول سولف. عليكم السلام. شلونك؟ رمضان كريم علي. وعليكم السلام ورحمه الله. عليك انا صار لي 5 ايام هنا بغداد جاي ادور شغل ماك، انا متزوج وصاحب عائله، ماك موصل للشغل، ماك شغل موصل. من وين؟ من تل الاحفر. من تل الاحفر؟ اي. وجيت من تل الاحفر تدور شغل؟ اي جاي ادور شغل هنا. بالكاظميه لو بغداد بشكل عام؟ جاي بالكاظميه، جاي ادور شغل. قالوا لي هسه بالعيد ايام شو اسمه رمضان ماك شغل. ماك رمضان شغل، صار له 5 ايام هنا، مو بيت ماكو هنا. زين وين تبات؟ بات للكادم مرات، مرات بات بالفنادق. جاي ادور شغل قالوا لي شغل ماك هسه رمضان، الصبح لليل جاي ادور شغل ماك. وبتل الاحفر هناك ماكو شغل؟ ماكو شغل، ضل واقفه. وراح تبقى هنا لحد ما ينتهي رمضان؟ اي. زين انت متزوج؟ متزوج صاحب عائله، صاحب عائله قاعد ايجار. اني ملينا والله كلش ملينا. وحدك انت وعائلتك؟ اي وحده جاي والله. لا انت قاعد انت وزوجتك؟ لو انت وامك وزوجتك؟ لا انا وحده قاعد ايجار. وحدك؟ وحده. والله 350. 350؟ اي. وجاي هنا؟ جاي اشتغل دور شغل. اي شيء قدمه تحت عينات شيء ماكو. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعال حجي تعال. تعال. سلام عليكم. افتر علي افتر علي افتر علي. تعال تعال حجي تعال 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 تعال. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم ان شاء الله. سلام سلام على عمي. خيرك حجي؟ اي والله. ابشر قول. ايوه. وين وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يمه. حجي على مود راتبه ما رعايه. أيوة. خطيره. ايش بيه راتبه؟ قطعوه من عنده وظل هاي هو مريض مشلول. ليش قطعوه؟ والله ما اعرف. وظل خطيه هسه بلا راتب. وزوجك؟ لا اخوي. اخوك؟ اي والله. زين وعلاجك شلون؟ ما عندك كان تاخذ علاج؟ اي والله. والله علاجه من العالم تطيب. من العالم؟ اي والله. وصلتي؟ أيوة. الحمد لله. ما يحتاج ياخذ من العالم العلاج؟ ما الله والدي. العلاج يتوفر. أيوة. ويروحوا المستشفى. اي والله. ويوفروا له العلاج. أيوة. والفحوصات. ايوه. بعد شو تدري اكثر من هذا؟ سلامتك فريد. سلام. ما الله شوي شوي. زين شلون يقدرون هسه؟ هاي مناشده الى وزاره الصحه. أيوة. الى صحة بغداد الكرخ. أيوة. الى دكتور وائل الكبيسي. أيوة. ومديرة الاعلام دكتورة سفانة. أيوة. ومدير اعلام وزارة الصحة دكتور سيف المحترم. انه اليوم هنا الرجل انقطعت الرعاية مالته. أيوة. وما عنده امكانية يروح الى مستشفى او يشتري علاج. أيوة. انه العالم جيب له العلاج. أيوة. هذا الرجل راح اقول لك اياها من الاخير. أيوة. وحب اشرك بخير. أنا راح أبشرك بخير. أيوة. راح تتواصل وياك. أيوة. صحة بغداد الكرخ. أيوة. باكر. أيوة. إن شاء الله. أيوة. يتواصلون وياك. أيوة. ويحددوا لك موعد. أيوة. ويتوفر لك العلاج والفحوصات. أيوة. بداخل المستشفى. باع شو تريد. أيوة. أيوة. سلام سلام. باع شو تريد. أيوة. سلام. بس شرد من عندك هسه. أيوة. بس إحنا نريد تليفون. أيوة. إحنا نريد تليفون. أيوة. زين. اريد رقمك هسه تكتب لي اياه برقه. أيوة. واسمك اسمه الكامل. ايوه زين. أيوة. يعني شوف رقم منه حتى يتواصلون وياكم. ايوه وتاخذيه وتروحين وتبشرون. اي والله. ايوه ابشر. جيب لي الرقم خليه من الشباب هنا. اي والله. يم الشباب هنا. تدلل الحجي. تدلل. اي والله. تعال خذ الحجي. تعال خذ الحجي. تعال خذ الحجي. ايوه
عقد الحجي؟ الحجي زين رقم شو تسوي فيه؟ تعي ناس يبلك يطلع شيء شغل يعني راتب يعني عين الناس راتب شيء تعينات وين ما شاء الله بيدي ان شاء الله اذا فتحت تعينات يعني شنو البيدية والله وين ما كان قدمت كلكم والله وين ما كان قدمت شنو حد والله مو بيدي مو بيدي والله والله مو بيدي بس ان شاء الله ربي يفرج حالك ان شاء الله ان شاء الله هلا حجي بعد التقاعد 20 سنه انا بالتقاعد اي دا تقدم تقاعد أي. الحرب اللي رهم أمريكية صار لي 20 سنة زين. جيش المنحل انسحب من الدفاع زين. تمام لولا ونقدم عريضة تقاعد زين. لحد هاي الساعة الأوراق بجيبي على وجبة 25 حجي بس دقيقة حجي أخذت الاسم مالتها أي أي حجي وجبة 25 خلونا من 2019 راحت الرئيس الوزراء بعدين جتي وجبة أولى بالمحاربين بعدين صرت بالثانية يا أدري إحنا ليش واقعين أعطوني متقاعد خلونا داوم مو متقاعد قلوا لي بعد تبين بالدارة إدارة المحاربين بزيونة دين ولحد الآن بالوجبة الثانية مع وجبة المتقاعدين وما أدري مصير شنو هو اسمك انت حجي فاضل كاظم فاضل عباس حافظ رقمك ايه قد رقمك حجي مو هذا التليفون من الخير أيه؟ تليفون الساعات شلون زين شلون حجي شلون انا اتواصل وياك شلون اتواصل اروح اشحن واروح كل شيء اسوي اخذه 0774910110 6-6-8 هذا رقمك اكيد؟ اكيد وعلى حسب الاصول ابشر حجي ان شاء الله خير زين تبشر انا ما اريد شيء ما احنا جايزين انا ادري بيجي يعني ميت فتقول لهم شنو السبب 20 سنه اخذتوه من 2019 رئيس الوزراء ونيمتوه وبعدين اما جاني ابو العراقيه وقدمت نفس المعلومه وراح شوي وياهم تراهم حولون من 25 الوجبة الأولى حجي ما ترد أنت قلت رقمك إن شاء الله إن شاء الله خير تريد رقم العسكري لا خلاص ها هي إن شاء الله إذا أكو حل واستجابة يا دارة إن شاء الله خير يا دارة سامراء وبخدمتكم ونا شنو مشكلة السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم أولا عليكم بعد قلبي أنا طبعا متابع قناتكم والله العظيم يا حبيبي فدو أروح لي مناشد على العفو العام مناشد محشاء محمد شاع السوداني عندنا ابن عمي ابن عمي انا الحمد لله حالتنا زينه وما راح نشوف الحمد لله فضل الله فضل ابوي عندنا ابن عمي قصاب يعني قصاب لا يعني كل شيء عارف انت حال القصاب صعد يا جماعته صار الشغله صعد يا جماعته الدوري اللي وصلونا لاهله بالطريق راح نحكم هسه 20 سنه يعني هو بالحله ما عنده اي شيء نحكم هيك ها دقوا اسم محاسبه رضع غلط كل شيء ما عنده بس من الكتل ذبحوه من الكتل جدي عايش جدي عايش اعترف عليه جدي قال انا ذبح جدي عايش اعترف عليه من جبه الامر دله وجمع على بيتنا هون لقوا الزلمه حي هاي قدامهم من الكتل ما خلى شيء ذاك يوم حكم 20 سنه زين لا ماكل حق الرد الى الجهات المعنيه انه اليوم يقول لك السجناء الموجودين بداخل السجون اللي قاعد ياخذوهم بسبب الكتل دي يعترفون اعترافات هم ما لهم ذنب بهذا من الموضوع والله من الكتل هذا مو كلامنا كلام الناس ولكم حق الرد الجهات المعنية الأوراق أمامكم والكلام أمامكم سيد من رحنا واجهنا بالحلة رحنا واجهنا قسمنا بالله بنطلع جسمه عبارة عن شلون قطعة زرقة من الكتل يعني ما عندي يقول عندي شو اسمه هو سعد عادل صالح بيا سجن سجن الحلة ايه. شكرا لك مشاهدين الكرام انا خطاب القصاب والمصور ايمن الخالدي ومصطفى العبيدي طبعا احنا اليوم مثل ما قلت لكم احنا ما نتبنى قضية وحق الرد مكفول واحنا هاي مناشدات الناس وقضايا الناس واقول لكم في امان الله.